اخد تليفون مهم بنستكمل الحديث بيه عن اللي بيحصل في الدوري المصري، وكان معانا من لحظات تليفون سياده اللواء عثمان دوسي، وله في هذه اللحظات ايضا معايا تليفون نادي النجوم الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم ومتابع الحوار، وكان ليه يعني طلب ان هو يعمل مداخله معانا عشان يتناقش في هذه القضيه المتعلقه بالكره المصريه وما يحدث في الدوري هذا العام، مبدا تكافؤ الفرص والفير بلاي، امور كثيره جدا. استاذ محمد الطويله مساء الخير على حضرتك، منورنا ومشرفنا وكل سنه وحضرتك طيب. أستاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير. مساء الخير على الأستاذ جميل الأستاذ عصام شلتوت، وأنا مستمتع فعلا بالحديث بينكم. الله يخليك. سنة حضرتك طيب. بالمداخلة. وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك. عايز بالظبط اتفضل. أنا هاخد من كلامك الحتة اللي أنت قلتها لأن ده مدخل مهم جدا، وهو إن الأهلي ألقى بحجر فحرك المياه الراكدة. وهي ديت منطق الاشياء. تمام. لما الكبير اللي هو نادي الاهلي والكبير نادي الزمالك بيكون له مواقف معينه، الدنيا بتتحرك والدنيا بتنظر للمواضيع بنظره مختلفه. احنا 18 نادي، 9 انديه من شهر كامل قدمنا مذكره لاتحاد الكوره وتظلم لاتحاد الكوره بكل ما جاء في مذكره النادي الاهلي بل يزيد. تاني، قدمنا مذكرة بنقول فيها على كل العوار وكل ما يبطل هذه المسابقة من أكثر من شهر، وكل اللي جه في مذكرة النادي الأهلي إحنا ذكرناه في مذكرتنا، ولكن يبدو أن الأهلي أما بيرمي فهو حجر قوي جدا، أما إحنا فلا اهتمام من اتحاد الكرة بباقي الأندية، ودي عيب كبير جدا جدا. استاذ عصام مش هيوافق عليه، واي انسان رياضي حر في مصر مش هيوافق على الكلام ده. ما ده اللي قلته انا اسف يعني للمداخله، ده اللي قلته لزميلي وصديقي العزيز الاستاذ محمد، قلت له الجماهير العموميه هي من تفرط، يعني لدرجه انا مش عارف حضرتك بتقول على نادي النجوم ولا بتقول قدمنا على باقي الانديه. اين الجماهير؟ اين الجماهير العموميه؟ 9 انديه، 9 انديه من انديه الدوري الممتاز لهذا العام. واللي انا عايز اوصله طبعا الموضوع الجماهير العموميه انت معاك حق فيه، بس ده عايز حلقات كبيره نتكلم فيه. قضيه اكبر. احنا بنتكلم دلوقتي يعني كيف يجرؤ او كيف يقبل على نفسه اتحاد الكره ان يتعامل بهذا المنظر لما الاهلي نفس الكلام ونفس اللي احنا قدمناه من شهر لم يردوا على المذكره. يا رجل بعت لهم مره واثنين وثلاثه قال لهم من فضلكم ردوا على المذكره احنا بعتها، لم يردوا. لما الاهلي القى بالحجر، وانا عجبني جدا تعبير استاذ محمد سعيد، لما القى بالحجر تحركت المياه الراكده، وطبعا الاهلي قيمه كبيره واحنا بنحترمه كلنا هو والزمالك، ولكن ده بيعني ايه؟ بيعني ان المنظومه قايمه على الصوت المزلزل مش قايمه على صالح الانديه. هي النهارده بتدير مسابقه للاهلي والزمالك فقط، هو النهارده بسرعه الناس اللي في باريس واللي في كل حته يجوا بسرعه ويعقدوا اجتماع، ناس واصله من باريس الساعه 1 او 2 صباحا ويعقدوا اجتماع ثاني يوم وكل الاعضاء يحضروا، ورئيس نادي الزمالك يروح بنفس اتحاد الكره، التحرك ده كلته تحريك مياه راكده. طب والتسع انديه اللي اتكلموا قبل كده، مجرد انك ترد على المذكره يا رجل لم يحدث اي عداله تتكلم. هذا الاتحاد وهذا النظام وهذا العبث اللي حصل النهارده، اقسم بالله العظيم واتحدى لو واحد يجيب لي حاله مثل موجوده في اي دوله في العالم او في دوري للمدارس. تمام. لم يحدث ابدا. استاذ محمد بس اتفضل كمل. اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. انا كنت بس عايز اعقد يعني فكره في وجهه النظر. النادي الاهلي لما زي ما حضرتك بتقول ان المعنى ده كان ليه مفهوم كبير، القى حجر في المياه الراقده، هو كان صوت الحق في اعلان عدد من الموضوعات واعلان موقف في عدد من المواقف التي مرت على النادي الاهلي على مدار الموسم، سواء لصالح النادي الاهلي او لصالح الانديه المصريه. لصالح النادي الاهلي في نقاط محدده الاهلي كتبها في المذكره وارسلها كشكوى لجنه التظلمات، وفي نقاط أخرى لصالح الجميع، بمعنى مبدأ تكافؤ الفرص وقواعد اللعب المالي النظيف أو قواعد اللعب النظيف هي لصالح ال 18 نادي أو التسع أندية مع النادي الأهلي. وذكرها الأهلي في بيانه الأولاني بالظبط،
وذكرها امبارح بالظبط. لكن انا عشان الناس ما تفهمش يا محمد، اتفضل، انا عشان الناس ما تفهمش غلط ان انا بقول النادي الاهلي، طبعا لا، النادي الاهلي نادي كبير جدا وحرك المياره كده، ده تعبير عجبني جدا لان دي حقيقه، ده حقيقي. مش معنى كده النادي الاهلي بيعمل حسابه، بالعكس، الاهلي من اول يوم قال ان هذا الدوري فيه ظلم مبين على كثير من الانديه ومعظم الانديه اديرت، وان المنظومه بتقوم بافعال لا يمكن تقبلها. فالاهلي الوحيد اللي هو لم يتحدث عن نفسه هو النادي الاهلي. يعني يمكن احنا لما كده اتكلمنا على المشكله بتاعه الانديه اللي هي الثمانيه، ما اتكلمناش كتير على الحته بتاعه الاول والثاني والمنافسه على البطوله، ولكن الاهلي للامانه هو النادي الوحيد اللي طلع واعلنها بالصوت العالي ان كل الانديه اديرت، وان ده هو ظلم بين يجب ان هو يعني يعاد النظر فيه. ده نقطه اشكرك انك انت وضحتها لي عشان ما تفهمش كلامي بالظبط كده. بالظبط كده. طيب، ما هو مقرر خلال الساعات القادمه او ايه اللي في ايديكم تعملوه؟ يعني سياده اللواء عثمان دسوقي قال اذا ما ردش اتحاد الكوره سنتجه بلجنه التظلمات، مركز التسويه والتحكيم، الاطر القانونيه، واللي برضه ذكرها بيان النادي الاهلي. اه بالظبط. بص، احنا المفروض ان اتحاد الكره وقع في خطا برضه للاسف الشديد. انا مستغرب جدا، وده برضه من موضوع ان هو جمد المسائل، حط المواضيع في الفريزر. الوقت نكسب الوقت زي ما كنت سالتك بتتكلم دلوقتي، بيراهن على الوقت. بالظبط. هو ما ردش علينا لمده شهر. قانونا من حقنا خلاص ان احنا نتجه للاطر الثانيه. طالما انت ما ردتش عليا وطلبتك مره واثنين وثلاثه وقلت لك رد عليا ما ردتش، انا هوصل بعد كده للجهات الثانيه اللي هي المركز التسويه الرياضيه، وبعدين هنطلع على الفيفا. وهقول لك على حاجه، مش هنسيب القضيه دي مش عشان خاطر ان احنا نبقى في الدوري او عشان حاجه من دي، لان في ناس هيقول لك يا عم ما هو ده عشان هبط وبتاع. ده كلام صغير جدا، احنا بنتكلم على منظومه احنا ذاتي بنوصم بالعار في الرياضه المصريه، بنوصم ان احنا الرياضه المصريه عندنا هرجله، الرياضه المصريه عندنا بتكيل ب 50 مكيال، والدليل النهارده اهو الاهلي خلى كله يجري ويقعد على الترابيزه. وهقول لك على حاجه، في حاجه ثانيه هم بيحاولوا بيلعبوا بيها، يعني بيتكلموا فيها كتير جدا. كل ما اتكلم حد يقول لك لا سيبك من الكلام ده كله، احنا الجهه السياديه بتتدخل. لا، انا اشك في هذا الكلام. وإذا كان هناك، إحنا مستعدين نقبل كلام أي جهة تتكلم على منتهى الوضوح، لكن إنه يهددنا ليل ونهار بالجهة السيادية، أنا مش شايف إن في أبداً حد بينصره. لا يا لا لا لا, 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 لا ما في عمل مؤسسي، في عمل مؤسسي وكل مؤسسة بتدير. وأنت راجل أصلاً طول الوقت، أنت رجل اقتصاد ورجل أعمال، لا عمر حد هددك ولا حد نال منك. لا لا لا، الحقيقه وانا بنقى استاذ عصام، ايوه فندم، بنقى عن الجهات المصريه والمسؤوليه عن ان حد يتكلم باسمها. يعني دي احنا عتاد. بص يا استاذ عصام، انت عهدت كل ما يحدث باتحاد الكوره، هددونا بالفزاعه بتاعت الفيفا، وهددونا بالمش عارف ايه، هي دي الطريقه. قلنا النهارده الفزاعه الفيفا قدمت شويه، النهارده طب في تهديد تاني بشكل اخر. لا اوعى تتكلم دلوقتي، احنا مخدمين على امم افريقيه مصر. لا دي لسه قايلينها. لسه قايلينها. اه بالظبط. بس هقول لك على حاجه يا عصام، معلش اسمح لي يا بيه. انا اللي انا شايفه هو اساسا اتحاد الكره بره اللعبه دي خالص. هو النجاح اللي احنا بنحققه للبطوله الافريقيه من الان ومن شهر ومن ان ساعه ما خدناها ينسب للحكومه بتاعتنا. طبعا ينسب للحكومه وليس لاي طرف اخر. وبعدين التنظيم لتنظيم الاتحاد الافريقي. انت كاتحاد كوره دورك بسيط جدا في المساله، فمش كل ما حد يكلمك يقول لك لا ده مش وقته، احنا عندنا البطوله. يا اخي خليك سيب البطوله للدوله بتنظمها، واقعد انت اقفل بابك عليك ونظم البطوله الدوري. حل مشاكلك. بابك عليك ونظم المسابقات صح. طب انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضل يا سامر. هو ليه التسع انديه بدل ما يعني يتقدموا بمذكرات اعتراضيه، ولو ان ده طبعا حق مشروع، ليه ما بيقدموش طلب واضح ان الدوري المصري يبقى نسخه من دوريات العالم؟ تتعمل رابطه يا استاذ عصام. الاستاذ عثمان كان لسه بيكلمك، قلت لك احنا في اجتماعنا، في اجتماع انتهى بخناقه، ولما الاجتماع انتهى بخناقه فوجئنا بعد كده بقرارات بتنسب رغم ان احنا ما كملناش الاجتماع. ماشي. المهندس هادي ابو ريده يعني كان عنده اجتماع مع في مجلس الوزراء او حاجه زي كده حسب ما قال، وساب الاجتماع وقال الكابتن شبيه كمل الاجتماع، فكنا بنكمل الدردشه عاديه جدا، وكان معظم الاجتماع لتهدئه المستشار مرتضى منصور، وبعد كده هو انتهى الاجتماع بدون اي قرارات.
خرجنا بعد كده لقينا ان في قرارات بتنسب للاجتماع، فانت بتقول لي ان احنا نعمل اجتماع مع اتحاد الكره، انا اتحدى النهارده اتحاد الكره اللي عمل اجتماع فيه اقل من 12 ساعه ان هو يدعو مجلس لجميع الانديه تقعد وتقول رايها. ليه ما بيعملش كده يا استاذ؟ واحنا هي الانديه دي مش انديه مصريه لها حقوق على هذا الاتحاد؟ طبعا. ليه النهارده هو في الازمه الكبيره دي مصمم ان شخصين او ثلاثه بالكثير قوي داخل الاتحاد هم اللي بيديروا الكوره وهم اللي بيحلوا المشاكل؟ انا عارف ان ده هيسبب لي مشاكل كثير. مفيش دور للجان كمان يا استاذ محمد، ما ده اللي احنا بنأكد عليه، اثنين ثلاثه بيديروا الاتحاد، مفيش دور للجان. ما هو ده اللي رؤيه الانديه واصله له. طب الانديه عليها ان توقف ده، وبالتالي ده اللي انا بقوله لمحمد بيه، وده دورها، انه لازم الانديه تاخد قرار واضح وصريح انها عاوزه دوري زي كل العالم. الحلقه مفقوده يا استاذ عصام، الحلقه المفقوده وهي الحلقه ما بين اتحاد الكره كجهه تنفيذيه لما ينبغي ان يكون نابع من الجمعيه العموميه. فالجمعيه العموميه في وادي، والانديه الدوري الممتاز في وادي، والدرجه الثانيه في وادي، كل واحد في وادي، وكل واحد بيفكر في مصالحه اللي هي تتعلق بيه هو، وده اللي اتحاد الكره نجح ان هو يدير الكره من خلاله. اتحدى النهارده ال 15 نادي بتوع الدوري الممتاز غير الاهلي والزمالك وبيراميدز ان هم يعقدوا اجتماع مع اتحاد الكره او يتوافق لهم على عقد اجتماع، مع ان المنطق يقول النهارده لما كلنا وقعنا في هذه الدوامه وهذا البطلان وهذا العبث الزاير، اتحدى ان اتحاد الكره يقول طب تعالى يا جماعه نقعد مع بعضنا ونفكر ونتحمل المسؤوليه كلنا. سلطه التنظيم، سلطه تنظيم البطوله، مسؤوليه الانديه، اللائحه بتسمح لك انك تنشئ رابطه، والرابطه هي اللي تدير الدوري. هي الرابطه؟ الامر ليس برمته في ايد اتحاد الكره، الامر في ايد الانديه، وده اللي نادي الاهلي اكد عليه، وده اللي سيب وانا سيبه بالظبط. يعني في احيانا بتبقى حسابات مقصه برضه. في الرابطه خالد استاذ عصام يقول لك اين الرابطه، وهو عارف كويس قوي كصحفي كبير لماذا اجهزت الرابطه مره واثنين وثلاثه. حتى لو انا عارف انا مش جات، انا تصدق بالله يعني في ايام مفترجه اهو بالبلدي كده الدارج، انا لو رئيس نادي لخلي الكوره في مصر حاجه تانية خالص، لان همتلك كل الحقوق الا لو الحكايه فيها سيب وانا سيب. والادوات الخام احيانا كل الادوات معانا موجوده، بس لان الموضوع سهل جدا، انا اطالب هيئات بانها تلعب دورها ولا شيء غير كده. انتوا بتقعدوا تشكروا المتطوعون في الارض، بينما الاصل انك ترفض اي متطوع مهما كان جدع وصاحبنا وكمان كواليفايد، بلاش صاحبنا وبس، لكن لازم ترفض. انا عايز راجل ما يبقاش صاحب خير على البلد دي، انا عايز واحد اختاره بعنايه، هو يصلح لهذا العمل، هو محترف، هو تحت الحساب جاهز، هو يمكنه ادراك من النجاحات الكثير. لازم ترفضوا ان ما يبقاش فيه لجان ناقصه في اتحاد الكوره، مفيش لجنه فنيه، مفيش كذا، مفيش ماذا، مفيش مدير فني، ممكن يعني. الكابتن شوبير يا استاذ عصام لما جه عمل حاجه اسمها تفعيل اللجان، اصبح عندنا في لجنه شؤون لاعبين ونجحت فتره معينه جدا واصدرت قرارات عبقريه ومهمه جدا يتخذ بيها. لجنه التظلمات فعلها، لجنه المسابقات الى حد معين في الاول بقى هجموه، بعد كده انت ايه اللي بيحل؟ بعد اسبوعين ثلاثه رجعت تاني لعادتها، رجعت ريما لعادتها القديمه. ما هو لان برضو العنوان مع احترامي للنوايا الطيبه، يعني ايه تفعيل اللجان؟ ما هو يا في لجان يا ما فيش لجان. ما كانش في لجان. طيب يبقى رفع اللجان بقى مش تفعيل اللجان. هو الراجل اجتهد ان هو جه طالب بتفعيل اللجان. طب تعرف حاجه يا استاذ اسامه اقولها لك معلومه؟ تعرف اللجان من ضمن اسباب عدم انعقادها ايه؟ ان هم بيرفضوا يدوهم فلوس بدل الاجور بتاعتهم. على فكره البند ده كان النهارده هيتناقش في اجتماع اتحاد الكره اللي ما كملش. بيرفضوا ايه؟ بدل، يعني عضو اللجنه اللي يحضر بيبقى ليه بدل. رفضوا، او يعني حسب كلام استاذ محمد الطويله، ان فكره صرف البدل ده مش موجود. يعني الاتحاد مش عايز يصرف بدل، ولا اللجان ما بتحضرش؟ اعضاء اللجان ما بيجوش عشان ما بياخدوش البدل يعني. طبعا انت الناس دي متخصصه، يعني لجنه التظلمات دهيت للقضاه وناس كبيره في المقام، ما تقعدش تشغله وتقول له مالكش اب. ما هو بقى لو في رابطه، الرابطه دي ليها ميزانيه، الميزانيه هي اللي هتصرف على كل ده. برافو عليك، هو ده حلها كده. وهو ده اللي مخلي النهارده احنا عندنا عوار كبير جدا في كره القدم وفي اداره مسابقات كره القدم،
هو ده السبب. في نقطة أخيرة عايز أقولها لك محمد سعيد، معلش. اتفضل. الله معاك، مع حضرتك. النهارده مثلا في حاجة، احنا بقالنا عشرات السنين معروف لما بنيجي نعمل مجموعات الدرجة الثانية، المجموعات بيطلع ساعات بعض السنوات يطلع إن في مجموعة 12 ومجموعة 11، فبتكمل المجموعة ال 11 بمجموعة من أقرب جغرافيا ليها. ليها بالظبط. أنت عارف النهارده في معركة دايرة تحت مين الأقرب جغرافيا؟ قال لك لا لا لا، التورته بقى بتتوزع عشان الثلاثه اللي نزلوا، الثلاثه اللي نزلوا في اطار نطاق جغرافي واحد. لا، هو بتتاخد اقرب جغرافيا، يعني مثلا السنه اللي فاتت خدوا نادي الاعلاميين لانه على اخر حدود الجيزه الملاصقه للصعيد، فهي لها قواعد معروفه طول عمرها. النهارده بقى طب نظام سيب ولا نسيب بقى؟ طب ايه رايكم اعمل لكم كده اهوت واخلي كده؟ طب انا ممكن اجيب لكم في حد فريق طالع بالدرجه الثالثه عشان مش عارف ايه؟ ايه الفوضى دي؟ ايه الفوضى دي يا استاذ عصام؟ هي لها قواعد ماشيه طول عمرها، ليه النهارده بتطلعها بتعملها تورته عمال تقول لا ده يروح هنا وده؟ ما هو ده اللي مبوظ الدنيا. استقيموا على رايك يا استاذ، استقيموا يرحمكم يا جماعه. احنا في 2019 الكلام ده، احنا في 2019 يا جماعه. عايز اقول لك على معلومه، انا بختم معاك كلامي يا استاذ محمد. الاتحاد التونسي اعلن منذ قليل بدايه الموسم الجديد 24 اغسطس. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالف صحه وسلامه. دي اتحادات قويه وشغاله. طب انا عايز اقول لك خبر ثاني. النهارده احنا اتقدمنا للاتحاد الافريقي وللاتحاد المصري بمذكره حول ان هو كيف يتم استبعاد 6 حكام من الحكام المميزين عندنا المشهود لهم بالنزاهه والتحكيم والكلام ده كله اللي هو العداله، ويخدم حكم موقوف مرتين السنه دي وعامل كارثتين. احدى الكوارث ديت كان في مع النادي الاهلي في ماتش الانتاج الحربي لما الراجل شال ازاره ووداه الناحيه الثانيه، وفي ماتش الطلائع 3 ضربات جزاء. تاخدوا الراجل ده وسايبين الحكام الثانيه، أين العدالة؟ إذا كنت مش قادر تعمل عدالة بين الحكام وبعضيها. ما هم الحكام راحوا للاتحاد الإفريقي، الحكام راحوا للاتحاد الإفريقي، وأعتقد هيحصل تعديل أو هيحصل إجراء خلال الساعات القادمة في هذا الملف يا أستاذ محمد. هو ده السؤال يا أستاذ، أنت مش عارف تعمل عدالة بين حكامك، هتقدر تعمل العدالة بين الحكام والأندية؟ أشكركم جدا جدا. أستاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك على هذه المداخلة.